ازيكم يا جماعة؟ النهاردة فيديو عن خبر كبير جدا 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 ومهم قوي، وبصراحة خبر حلو. دايما في فيديوهاتي من ساعة ما بدأت اليوتيوب تقريبا اكتر انتقاد او اكتر سؤال، مش حتى انتقاد، كان بيجيلي: هل لو انت كنت في مصر كنت نجحت بنفس الطريقة؟ ودايما انا بقول الحظ ملوش اي دعوة بالحال اللي انت فيه دلوقتي، لان انا في رأيي الحظ او الرزق اكنه راجل مسافر وبيعدي على اماكن وبيروح ويجي. لما انت بتتعب وانت بتشتغل متواصل سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، هتجيلك الفرصة ان اما انت تروح تقابل الحظ او الرزق في مكان ويقول لك: يا سيدي وريني 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 امتحانك، وريني اجوبتك على اسئلة الامتحان، يشوف اللي هو عاوز يشوف شغلك، او الحظ بيجي بلدك. انا كان حظي ان انا لما سافرت كان عندي فرصة واحدة ان انا اقابل حظ او اقابل الرزق او ان انا اثبت نفسي في بلد غربة جديدة، اللي هي كانت أول سنة بطولة كندا. أول بطولة دخلتها في الغرب كانت بطولة كندا، وكنت أنا اتأهلت ليها. ليه؟ لأن أنا كنت توب 5 في السنة اللي قبليها في بطولة عمان، سلطنة عمان، واخدت توب 5 في سلطنة عمان لأن جالي شغل من هناك، لأن كنت خلصت شهادة الهندسة بتاعتي. بس مدة الدراسة بتاعتي كنت عمال ألعب كمال أجسام، حتى من أيام بطولة الجامعات لما ما كنتش باخد مراكز لحد ما كسبت بطولة الجامعات وكملت، وما كانش الموضوع ما كانش رايح اي مكان. يعني انا عمري ما فكرت ان انا هيكون معايا فلوس بسبب بودي بيلدينج. يعني لما رحت وصلت كندا، انتوا عارفين القصة، ما كانش في شغل، ما كانش في فلوس، ما كانش في اي حاجة. قالوا لي: انت مش محتاج تعمل بطولات محلية لان انت متأهل، هتخش بطولة كندا اول واحدة لو تحب، بس احنا ننصحك ان انت تخش بطولات المحلية الاول. قلت لهم: لا، خليني اخش بطولة كندا على طول. ليه؟ عشان اعمل اسمي في البلد. ودي كانت فرصتي الوحيدة. وساعتها هنا التعب ماشي في سكة والحظ جاي في سكة تانية. طيب انت مادام ماشي عمال تتعب، الحظ مصيره هيجي في سكتك، لازم ما فيهاش. من حظ الناس اللي في مصر، ومش بس مصر، الناس اللي في الشرق الاوسط دلوقتي، بس بالذات في مصر، لان في ناس في مصر ما بتعرفش تسافر وتطلع فيز. مستر اولمبيا للهواة هتتعمل في شهر 3، ما بين يوم 13 وما بين يوم 14، وده طبعا خبر مهول وكبير جدا جدا جدا. طبعا الشكر كله يروح لأستاذ إسلام قرطام. أنا إسلام أعرفه شخصيا من ناحية صداقية مش أعمال، وقابلته في المستر أولمبيا في كيو سكواد، وبصراحة من أطيب ناس قابلتها، قمة التواضع، وحبه أو نيته إن هو يعمل حاجة في مجتمع الفتنس والرياضة في مصر فعلا بيعكس شخصيته، ان هو فعلا النية ان هو عاوز يعمل خير. وانا لما قابلت اسلام وقعدت معاه، وحسيت ان هو في الاول وفي الاخر ده مشروع بيزنس، بس البيزنس، ودايما بقوله كده، عمره ما بينجح لما النية تبقى فلوس، لما النية تبقى ان انت عاوز تاخد. دايما البيزنس بينجح لما بتفكر في مشكلة موجودة وتقدم لها حل. وانا شايف ان مستر اسلام عمل كده بالظبط. لقى مشكلة في مصر ان الناس مش قادرة تحترف وتحقق احلامها وتعرف تسافر بكارت الاحتراف بتاعهم، ان هما تبع الاتحاد الاصلي بتاع كمال اجسام اللي هو البرو ليج اللي هو تحت المستر اولمبيا. وراح جيب
حل للمشكلة دي وعمل المستر اولمبيا، معرفش عملها ازاي لان اصلا دي كانت حاجة انا كنت بفكر فيها زمان، بس لما شفت بس منظر الاجراءات ما فكرتش اصلا ان انا اخش السكة دي نهائي. بس يعني بصراحة واو ان هي اتعملت ونجح فيها، وبصراحة مبروك للكل، مبروك لمستر اسلام، ومبروك لكل الناس اللي عمالة تتعب وتشقى بقالها سنين في مصر. يا معلم الحظ والرزق جايلك زيارة يوم 13 و14 مارس في مصر ان شاء الله. لكل الناس او كل اللعيبة اللي في الدول العربية اللي حوالين مصر، اخر يوم ان انت ممكن تقدم ان انت تخش البطولة يوم 10 مارس. بالتوفيق ليكم كلكم. انا كان نفسي ابقى موجود، كان نفسي ابقى موجود، بس هبقى موجود معاكم، هبقى موجود معاكم روحيا، روحي سبيريتشولي هبقى هناك معاكم يعني، وهكون طبعا بتفرج وبشجع كل الناس اللي هناك. ومرة تانية ألف مبروك ليكم كلكم. ده خبر، بصراحة أنا يعني سعيد جدا من الخبر ده، لأن دلوقتي كل الناس بقى ليها فرصة، والموضوع ما بقاش بس لمصلحة منظمين، دلوقتي بقت مصلحة الناس اللي بتتعب، وفي ناس غلابة كتير بتتعب، وأخيرا اليوم جه ان هم تعبهم هيترد لهم تاني. وبس يا معلم، ده فيديو النهارده، وبالتوفيق للجميع. وعاوز اقول لكم حاجه، عاوز افكركم في حاجه. لما انا دخلت بطوله كندا اول مره، كنت بقول، ودي كانت فعلا، كنت بقول بص كل واحد يشوف مين هياخد مركز تاني، لان مركز اول ده بتاعنا خلاص، انا كاتب عليه اسمي. بس خلي بالك انا كنت واثق قوي من نفسي ان انا هاخد مركز اول. ما تقولش كده الا لو انت واثق ان انت هتاخد مركز اول، لان هيبقى شكلك مش حلو. فلو انت عارف ان انت تعبت اكتر من اي حد يا معلم، يومك جاي ان شاء الله. شكرا يا جماعه، واعملوا سبسكرايب للقناه، شيروا الفيديو لان الناس ممكن، الناس عشان تعرف. والف مبروك مره تانية. Hey, easy, easy.